طبعا مفيش ولا لجنة في الطريق هتوقف عربية حسام به علام فتشها. الرخص لو سمحتي. دي عربية النائب حسام علام. طب افتح الشنطة. هو انت مش سامعني؟ بقول لك عربية النائب حسام علام. وانا بقول لك يا مدام افتح الشنطة. ايه ده يا مدام؟ الحاجة دي بتاعتك؟ لا مش بتاعتي. حضرتك جاية منين؟ أنا جاية من الرحاب وراجع الشيخ زايد. يعني مش جاية من راس صدر؟ راس صدر؟ هو أنتم مين قال لكم؟ اتفضلي معانا يا مدام منار. لا اتفضل معاك. فين؟ انا ما اعرفش اي حاجه وما اعرفش الحاجات دي اتحطت في العربيه ازاي. انا مرات راجل محترم وما ينفعش اتحط في الموقف السخيف ده. اتفضلي معانا. مش هينفع كده، مش هنفضل موقفين الشارع كده كتير. يلا ابوس ايدك. ابوس ايدك، انا مش عايزه فضايح. خد كل الحاجات اللي في العربيه وانا بيني وبينك كده هقول لك على كل حاجه. انا متجوزه وجوزي لو عارف هيطلقني وهتبقى مصيبه. اعتبرني زي اختك واتحطت في الموقف الزفت ده. مدام انا ما اقدرش اعمل لك حاجه، في بلاغ وناس متابعينك من ساعه ما نزلت من بيتك الصبح. اتفضلي. بلاغ؟ اتفضلي يا مدام. يلا يا ابني حط في ايدك كلبشات. فين يا بنت؟ الريحه بتطلع ولتفوتكوا بره. فين يا رجاله؟ وضعت تيجي وقت لا فلوس دي كشاف. الليله لا البضاعه لا الفلوس يا المأذون. انا مش هنتجوزه حد شمال. اللي مش شمال دلوقتي بكره الظروف تخليش من الشمال. راح فين يا عسليه؟ خدي طيب، خدي اني وربنا ما جريت ورا حد. يا بنت استعبطي بقى وقعدي لسانك واعملي فيها مجنونه. هتعملي فيها مجنونه؟ عايزه تشوفي كده؟ كلمي حمو قولي له البت دي تموت قبل ما توصل النيابه. لازم تموت، لازم.
ده مؤاخذة دفعة كلمتين على الماشي بنت خالتي. عايزك تفتحي مخك وتركزي معايا قوي في اللي هقوله لك. هو أنا شفتك فين قبل كده؟ يا ستي سيبك من الكلام دوت وركزي معايا. أنت اللي سرقت السكوتر. يا ستي بلا سكوتر بلا أباب، ركزي معايا. سيرة حمو ما تجيش على لسانك، والحاجات اللي جوا في العربية بتاعت واحد اسمه صفوان. ها؟ صفوان. السلام عليكم. ياض اتك على راسك وفهمني، حمو اتذقبن وعمل عوق مع صفوان عشان يحل نفسه ويخلص منه، لانه رجعه للكار غصب بعد ما كان حالف لامه انه خلاص هيبطل ويمشي في العدل. ده اتجنن في عقله ده ولا ايه؟ ما هو كده بيخرب على نفسه وبيخرب علينا. هنلاقي اجدع من صفوان بيه فين عشان نشتغله معاه؟ يا عم يغور صفوان في 60 خراره. انا كل اللي هممني في الدور ده دلوقتي ان حمو كده ضرب الفرقتين في نفس الحجر وودى البت عزه في رجليه. طبعا لما تطلع مش هتلاقي غيره. ده غير ان هي لو ما سمعتش كلامه في التحقيق وقالت كل اللي هو عايزه هينهي صلاحيتها ويلبسها الكفن. بقول لك يا ده حنين، هو صحيح انت لسه حنين بعد كل اللي عملته فيك؟ دي بانها من خشاشه في قلبك ولابده لابده زي ما البت ورده لابده في قلبي. ايوه السهواكه يا اخويا خلص عايزه ادخل. طب بقول لك يا ميدو، انا من النجمه بقى اكون عندكم عشان افهم الجدع ده، لان انا ما بقتش فاهمه خالص. يلا سلام. هو انت مسافر تاني يا ريشه؟ ايه ريشه هيوحشك تاني ولا ايه؟ يا ولد انت خايفه عليك، لحسن الحكومه تاخدك في الرجلين. والحكومه مالها ومالها يا بت؟ هو عاكد كوني عكيتي ورغيتي مع الظابط. اني؟ طب كان ينقطع لساني ولا يفرمني طرماي؟ تاني حتى كدبت جوز اختي وحلفت على المصحف اني لا جبت له سيره عزه ولا حمل. يبقى تربطي لسانك ده وما تمشيش ورا الولايه اللي جوه خربت البيوت دي، هي دي اللي بتجرك للخراب. وديك سمعتي خلاص، الحكومه مسكتها وهيقلبوا عليها القديم والجديد. طب ما تكن في اي مطرح هنا يا اخويا. ما تاخد عطل على بعض. يا لهوي على خوفها عليا. بنت يا وردة. اخلع اخلع انت. يا شباب. اني هو يا ابلة اني جيت. انت كنت غلطانة فين يا بنت؟ وما بترديش على تليفونك ليه؟ اسكتي يا ابلة، ده اني كنت عند الحكومة. حكومة؟ حكومة ازاي يعني؟ إذا كان جوز أختي اتجوز سأل عليكي هنا. ماني هنحكي لك وهتنبسطي قوي، بس إيدك بقى على الحلاوة الأول. انطقي يا بنت. أني عملتلك الصح مع المخفية اللي اسمها عزة، وخدي عندك بقى الجديد، اتمسكت في مصر وهتبات على البرش الليلادي. قولي والمصحف يا وردة؟ والمصحف ويا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. حسام حسام أنت مصدقني ولا لأ؟ حسام أنا بحبك وعمري ما أعمل أي حاجة تضر سمعتك ولا اسمك. أنا معرفش 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 المخدرات دي جات العربية ازاي ولا اتحطت ازاي، بس اللي انا عارفاه ان هم بيلفقوا لي التهمة دي عشان 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 يصفوا حسابات معاك. مين دول اللي عايزين يصفوا حسابات؟ معرفش معرفش يا حسام، بس انا حاسة ان انت المقصود، وفي حاجة حصلت لازم اقول لك عليها عشان ما ينفعش اخبيها عنك. ايه اللي حصل؟ في واحد جالي وانا واقفة بره قال لي لو عايزة تخرجي من القضية دي قولي ان صاحب المخدرات دي واحد اسمه صفوان، وانا ما اعرفش مين صفوان ده ما اعرفش. خلاص خلصت كلامك؟ اتكلم انا بقى. بس مش عارف ابدا كلامي منين؟ ابدا كلامي من منار اللي سابتني وراحت اتجوزت واحد تاني من غير ما اعرف ليه؟ ولا منار اللي كلمتني تقول لي انها بتحبني وما بتحبش حد غيري قبل ما جوزها يتقتل بيوم واحد؟ أو عارفة ممكن أبدأ كلامي برضو بالبنت اللي كنت بتروح تزوريها في اسكندرية، البنت المسكينة اللي رمت نفسها قدام القطر. أو ممكن أبدأ كلامي برضو ببسيوني. بسيوني اللي بعتيه عشان يقتل حمو. حمو ده بقى حدوتة تانية خالص. ده اللي جه وراكي من اسكندرية عشان يرجعك الشغل تاني يا وزة. ولا أقول لك عزة سلطان الأباري يا بنت السلطان. انت ايه؟ هتدافع عن نفسك تقولي ايه؟ وانت مجرمه وكدابه وفيكي كل العبر. انا مش كده يا حسين. انا الدنيا كلها ظلمتني، ما تظلمنيش انت كمان حرام عليك. انت مظلومه؟ مين اللي ظلم التاني؟ مين اللي استغل حبه لواحده ميتها؟ واحده اتظلمت بجد ما قدرتش تختار اي حاجه غير الموت مش النصب والاحتيال. كنت باخد حقي. حقك من مين؟ حقي من الدنيا اللي دست عليا. انت اصلك ما تعرفش انا شفت ايه في دنيتي. ياما قلت لك ان انا عايزه اتكلم معاك وانت ما اديتنيش فرصه. قلت لك انا مش منار، انا عزه.
فاكرني ان انا عيانه؟ ما صدقتنيش. ياما قلت لك ان انا مش هي وحلفت لك وانت مش عايز تصدق. انت كنت عايز تصدق حاجه واحده بس، ان انا منار، انا هي عشان ترجع لك. ولما عرفت انها اختي التوأم قلت لنفسي ليه لا؟ ليه ما اخدش حقي مره واحده من الدنيا؟ وخدت حقك بجوازه بطله. لا مش بطله. انا حبيتك وانت حبيتني. انت حبيت عزه. حبيت عزه اللي عاشت معاك. منار ما عاشتش معاك. منار انت ما شفتهاش من 5 سنين، من يوم فرح عمر. الله، انت مذاكره وحافظه كويس اهو. عشان خاطري يا حسين، عشان خاطري. ما تسيبنيش، انا ما بقاليش حد في الدنيا غيرك. ما تسيبنيش يا حسين. وطالما انك مالكيش حد في الدنيا غيري، بتقربي مخدرات في عربيتي؟ عايزه تلبسيني قضيه؟ كنت خايفة عليك، كنت عايزة أبعد حمو عنك. عايزة تبقى دي عني ولا عنك؟ والله العظيم كنت هقولك، والله العظيم كنت هقولك على كل حاجة، بس كنت مستنية الوقت، كنت مستنية ابنك يبقى في بطني، كنت مستنية حاجة تربطني بك العمر كله. أهي أحسن حاجة حصلت في الحدوتة دي كلها إني كشفتك قبل ما ده يتم. لا، أنا وأنت اتجوزنا والاسم مش مهم. ده في عرف مين بقى؟ أنت هتخرفي؟ استنى هنا، استنى، ما تسيبنيش، أنا لسه ما خلصتش كلامي. الكلام خلص خلاص، يا عسلية. أبوس إيدك يا حسام، أبوس إيدك، ما تسيبنيش، أنا ما بقاليش في الدنيا غيرك، ما بقاليش حد يا حسام. أنا نسيت أقول لك حاجة مهمة، أنا اللي بلغت عنك. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.